طفله، عائلها بفكروها ماتت، انخطفت. نعمك نعمي نعمي. كم ضحية فيه؟ واحدة بني. كل خطوة بيخطوها الإنسان، حتى خطوة البداية، هي خطوة باتجاه النهاية. ولي يا زعرة، مين هو الشاب؟ في مواضيع بدها أم مش أب. مرات الإنسان بتطلع كتير بعيد، والسعادة الحقيقية بتكون قدامه. في شيء مش مريح. هديك المرة لما أجا هون كنت مارقة بالصدفة من جنب غرفة الست ندى. الجهد اللي عم ببذله كتير كبير، غير سمعتي المهنية اللي مهددة. وجودك هون مش صح. والصح إنك تغادرينا فوراً، عطلتينا. مستكتر تحكيها؟ شو هي؟ يعني إنك بدك ياني أرافقك أوثق كل تجربتك. بتعرف إنه ما إلي غيرك بهالدنيا. حبيبتي اتفقنا هاي السيرة تزتيها ورا ظهرك، يعني الله أعلم شو كانت قصتهم. انت بتلعب عداد عمرك قاعد بس يا صقر، لا تكبرها. هلا وغلا، هلا وغلا بالحكومة. والله علي بيك مشرفنا بلحم ودمه. بدنا نعرف كل مخططاته لورد، ولمين بحط واطي، ومين وراه. بدنا راس الحوت. الجن الأزرق والبنفسجي ما بيندلوا وين مكان البضاعة. من 20 سنة فستان أبيض وسوارة لولو. بده يلعب مع الطباع، بده يتحمل النيابة. يعني هاي القضية صارت قضيتنا. هذا حسابك مشان ما تيجي بسيدك هاني بعد اليوم. شمس، أنا كنت أحلم حلم أقعد معك بهيك مكان. البنت مصفرني طلعتها تشم هوا تشوف الشمس والضوء. شو فيها؟ علي العراف انزل، بيعرف عنا أكثر من اللازم بكثير. مع المذيع اهدأ، راح نأخذ بتارك ونطفي نارك. راح نرجع لك يا راس والبادي أظلم. مرة واحد حب يهددنا وحط عينيه بعينينا، ما كمل 24 ساعة راح على فطور الصبح. صبحت سيارته طايرة، لقوا كان فيها مرته وبنته. بداية قوية، ثمنها مش بسيط. هاي قول